ما هي الصدفية؟ أنواعها، أعراضها، تشخيصها وعلاجها. الصدفية هي مرض مناعي مزمن يسبب تراكم وخلايا الجلد، مما يؤدي لتدرجات على سطح الجلد. تلتهب المنطقة المجاورة لمنطقة الإصابة وتصبح حمراء، بينما تتطور قشور الصدفية ذات اللون الأبيض الفضي في الغالب إلى رقع حمراء سميكة، وأحيانا قد تتصدع هذه الرقع وتنزف. الصدفية هي نتيجة تسارع عملية تصنيع الجلد، ففي الطبيعي تنشأ هذه الخلايا عميقا في الجلد، ثم تصعد ببطء نحو السطح وبالنهاية تسقط، ويكون متوسط عمر خلية الجلد هو شهر واحد فقط على الأكثر. لكن في حالة المصابين بالصدفية فإن هذه العملية يمكن أن تحدث خلال عدة أيام فقط، ولذلك لا تجد خلايا الجلد الوقت لكي تسقط. هكذا التكاثر الزائد يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد. تظهر القشور على المفاصل مثل المرفق والركبة، ومن الممكن أن تتطور في أي مكان آخر في الجسم مثل الأيدي والأقدام والرقبة وفروة الرأس والوجه. هنالك أنواع من الصدفية أقل شيوعا تؤثر على الأظافر والفم والمنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية. يوجد حوالي 7.4 مليون أمريكي مصابون بالصدفية، وهي عادة تكون مرتبطة بحالات مرضية أخرى كالسكري وداء الأمعاء، أمراض القلب، القلق، الاكتئاب، والتهاب المفاصل المصاحب للصدفية. من أنواع الصدفية هناك الصدفية اللوحية والصدفية القطرية، الصدفية البثارية وصدفية الثنيات، وكذلك صدفية الثنيات والصدفية المحمرة للجلد. من أعراض الصدفية، الأعراض تختلف من شخص لآخر وتختلف باختلاف نوع الصدفية أيضا. الأماكن المصابة قد تكون صغيرة مثل رقائق على فروة الرأس أو المرفق أو تغطي معظم الجسم. من أعراضها رقع حمراء مرتفعة من الجلد، قشور أو لويحات بيضاء فضية على الرقعة، جلد جاف والذي ربما يتشقق وينزف، تقرح حول الرقع، حكة وإحساس بالحرقة حول الرقع، أظافر سميكة منقرة، ألم وانتفاخ أو ورم في المفاصل. لن يعاني الجميع من هذه الأعراض، فبعض الأشخاص سيعانون من أعراض مختلفة تماما إذا كانوا مصابين بنوع آخر من الصدفية. يمر الناس بحلقة من الأعراض في حالة الصدفية، ويمكن أن تسبب أعراضا حادة لعدة أيام أو أسابيع، ثم تختفي هذه الأعراض إلى حد لا يمكن ملاحظته. وبعد عدة أسابيع أو بعد التعرض لإحدى محفزات الصدفية يمكن أن تشتعل الحالة مرة أخرى. وفي بعض الأحيان تختفي أعراض الصدفية تماما، فعندها لا يكون لديك أي علامات نشطة للمرض وتصبح في هدنة، وهذا لا يعني أن المرض لن يعود، بل أنك بلا أعراض في الوقت الحالي. وللإشارة، فالصدفية ليست معدية، أي لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، ما يعني أن لمسك لمنطقة الصدفية عند شخص آخر لن يصيبك بالصدفية. ما هي أسبابها؟ لا يعرف الأطباء بالتحديد سبب الصدفية، ولكن بعد عقود من الأبحاث هناك عاملان مؤثران مهمان، وهما المناعة والجينات. فالصدفية هو مرض للمناعة الذاتية، وأمراض المناعة الذاتية هي نتاج مهاجمة الجسم لنفسه. والجينات، حيث يرد بعض الناس جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية، فإذا كان لديك قريب مباشر في العائلة مصاب بالصدفية فإنك أكثر عرضة للإصابة بها. على الرغم من أن نسبة الناس المصابين بالصدفية ولديهم عوامل وراثية هي قليلة، وهي حوالي من 2 إلى 3% ممن يحملون الجينات. كيف يتم تشخيص الصدفية؟ التشخيص هناك بالفحص البدني أو بالخزعة. الفحص البدني، معظم الأطباء قادرون على تشخيص الحالة من خلال فحص بدني بسيط، فأعراض الصدفية يقينية ويسهل التفريق بينها وبين الحالات التي تسبب أعراضا مشابهة. الخزعة،
إذا كانت الأعراض غير واضحة أو يريد الطبيب أن يؤكد التشخيص الذي يشك به، من الممكن أن يأخذ عينة من الجلد والتي تسمى خزعة، ثم ترسل العينة للمخبر حيث تفحص تحت الميكروسكوب. يوضح الفحص نوع الصدفية بالإضافة إلى أنه يستبعد الأمراض أو الالتهابات الأخرى. ما هي محفزات الصدفية؟ أو كما نقال، ما الذي يجعل الصدفية تلتهب أكثر؟ التوتر. تسبب المستويات المرتفعة من التوتر عادة نوبات احتدام، لذلك إذا تعلمت كيف تقلل أو تتحكم في توترك، فإن ذلك يمكن أن يقلل أو يمنع نوبات الاحتدام للصدفية. هناك أيضا سبب الكحول. تعاطي الكحوليات بشكل كبير قد يتسبب في نوبات احتدام الصدفية. إذا كنت تتعاطى الكحوليات بإسراف، فإن نوبات احتدام الصدفية قد تصبح متكررة. تقليل تعاطي الكحوليات مهم ليس فقط لبشرتك، ويستطيع الطبيب تزويدك بخطة لمساعدتك على الإقلاع عن الكحوليات. من محفزات الصدفية أيضا الجروح. قد تتسبب الحوادث والجروح في نوبات احتدام، بالإضافة لطلقات الرصاص واللقاحات وحروق الشمس. إضافة إلى أن بعض العقاقير تعتبر محفزات للصدفية، مثل الليثيوم والأدوية المضادة للملاريا كالكلوروكين وأدوية ارتفاع ضغط الدم. العدوى. تنشأ الصدفية جزئيا بسبب مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا الجلد السليمة عن طريق الخطأ. لذا إذا كنت مريضا أو تكافح عدوى ما، فإن جهازك المناعي سيزداد نشاطا لمحاربة العدوى ما قد يتسبب في نوبة احتدام أخرى. ويشيع حدوث ذلك في حالة التهاب الحلق العقدي. علاج الصدفية. لا يوجد علاج للصدفية. تهدف العلاجات إلى تقليل الالتهابات والقشور، وتبطئ نمو خلايا الجلد وإزالة اللويحات. وتصنف علاجات الصدفية إلى 3 مجموعات. العلاجات الموضعية، وهي كوضع الكريمات والمراهم مباشرة على الجلد، كاسترويدات القشرية الموضعية، الأنثرالين، نظائر الفيتامين دي، حمص الساليسيليك، مرطب للبشرة. من العلاجات أيضا الأدوية المجموعية أو الجهازية. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من صدفية متوسطة إلى شديدة ولم يستجيبوا إلى أي علاجات أخرى موضعية إلى استخدام أدوية فموية أو محقونة. العديد من هذه الأدوية لها آثار جانبية شديدة، لذلك يصفها الأطباء لفترة زمنية قصيرة، وهي أرتينوئيدات، ميثوتريكسات، ميثوتريكسات دواء مضاد للأورام، والسيكلوسبورين. هناك أيضا العلاج الموضعي والعلاج بالأدوية والعلاج الضوئي. يتم هذا العلاج الضوئي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء الطبيعي، حيث يقتل ضوء الشمس خلايا الدم البيضاء مفرطة النشاط التي تهاجم خلايا الجلد السليمة وتجعلها تتكاثر بسرعة. كل من أشعة الشمس البنفسجية من نوع A و B يستخدمان للحد من أعراض الصدفية من الدرجة المعتدلة إلى المتوسطة. كيف يمكنك التعايش مع الصدفية؟ قد يمثل التعايش مع الصدفية تحديا، ولكن بإمكانك تقليل النوبات وعيش حياة صحية مرضية بتنظيم 3 أشياء تساعدك على التعايش على المدى القصير والبعيد، وهي النظام الغذائي. فقدان الوزن والحفاظ على نظام غذائي صحي يساعدك بشكل كبير على تخفيف أو تقليل أعراض الصدفية، وهذا يشمل اتباع نظام غذائي غني بالأوميغا 3 والحبوب الكاملة والنباتات. كما يجب عليك تقليل الأطعمة التي تزيد الالتهابات لديك، وهذه الأطعمة تشمل السكر المكرر ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة. هناك أدلة غير مؤكدة أن فواكه وخضروات البلادونا يمكن أن تحفز أعراض الصدفية، وتتضمن فواكه وخضروات البلادونا الطماطم والبطاطا البيضاء والباذنجان والأطعمة المشتقة من الفلفل، مثل الفلفل الأحمر والفلفل الحلو، ولكن ليس الفلفل الأسود الذي يأتي من نبات مختلف تماما. يمكنك التعايش مع الصدفية التوتر. يعرف التوتر على أنه أحد محفزات الصدفية، لذلك فإن عملية التحكم به والتعامل معه قد يساعد على تقليل نوبات الصدفية وتخفيف أعراضها. ولتقليل
ولتخفيف التوتر يمكنك أن تجرب التأمل والتنفس، اليوغا وكتابة اليوميات. إحصائيات صدفية حول العالم: يعاني حوالي 7.5 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية من الصدفية. قد تبدأ الصدفية في أي عمر، ولكن التشخيص غالبا يكون في مرحلة البلوغ، ومتوسط عمر بداية المرض هو من 15 إلى 35 عاما طبقا لمنظمة الصحة العالمية. تقترح بعض الدراسات أن حوالي 75% من حالات الصدفية يتم تشخيصها قبل سن 46، كما أن هنالك ذروة أخرى للتشخيص وهي في أواخر الخمسينيات إلى بداية الستينيات. طبقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن النساء والرجال يتأثرون بشكل متساو وعرقي، يتأثر الأشخاص البيض بشكل غير متناسب، بينما الأشخاص السمر يمثلون نسبة ضئيلة من حالات الإصابة بالصدفية. وجود فرد مصاب في العائلة يزيد من احتمالية إصابتك بالصدفية، كما يوجد أشخاص مصابون بالصدفية دون وجود أشخاص مصابين في العائلة على الإطلاق، والبعض الآخر مع تاريخ مرضي في العائلة لن يصابوا به. يشخص ثلث المصابين بالصدفية بالالتهاب المفاصل، بالإضافة إلى احتمالية إصابتهم بالسكري، أمراض الكلية، أمراض القلب، أو أمراض ارتفاع ضغط الدم. على الرغم من عدم وجود معلومات كاملة، فإن بعض الباحثين يقترحون أن حالات الصدفية تصبح أكثر شيوعا، إما لأن الناس يصابون بالمرض الجلدي، أو لأن الأطباء يصبحون أفضل في التشخيص. ما زال هذا أمرا غير معروف.